الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله قطرة من خير جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاه تجعل الكافر وليا. رباه أذنبنا فاغفر لنا فأنت الكريم الحليم وأنت الغفور الرحيم. نسألك يا ربنا أن تجنبنا موارد الظالمين، وأن تجعلنا يا إلهي عند سكرة الموت ووحشة القبر ووقفة الحساب من الآمنين المطمئنين. أحمدك ربي سبحانك، أحمدك ربي وكما علمتنا أن نحمد، وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في حكمه ولا مناوئ له في علو شأنه، هو الأول بلا ابتداء وهو الآخر بلا انتهاء، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وأستاذنا ومعلمنا وقدوتنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا، صلوات ربي وسلماته عليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله. أما بعد أيها الإخوة الكرام، الآن الشباب هم في أجازة أو في عطلة من المدرسة، فنستغل هذه الفترة لنسدي بعض النصح لشبابنا حتى يفوزوا ويكونوا رجالا صالحين. أما النصيحة الأولى التي أنصح نفسي بها وإياكم هي المحافظة على الصلاة، فالصلاة هي الصلة بين العبد وربه، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح العمل كله، وإن فسدت فسد العمل كله. أمرنا بالمحافظة عليها كما قال ربنا تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة لا عذر فيها أبدا، باقي أركان الإسلام فيها أعذار، إذا كان الإنسان عنده عذر يستثنى من ذلك وربنا تبارك وتعالى يعفو عنه. فمثلا في الحج ربنا تبارك وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن الحج على المستطيع. كذلك في الصيام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، رخص في الصيام لمن لديه عذر. كذلك في الزكاة، من لم يبلغ ماله نصاب معين لا زكاة عليه. أما الصلاة فلا عذر فيها، تصلي قائما أو قاعدا، إن لم تجد الماء فتيمم. أمرنا على الصلاة، فمن حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها أي لم يحافظ على الصلاة لم تكن له لا نورا ولا نجاة ولا برهانا يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وأبي بن خلف. إذا أيها الإخوة الكرام، علينا المحافظة على الصلاة. الشباب في الجامعات أو في أعمالهم أو في المدارس
يحافظ على الصلوات في أوقاتها، فهي الصلة بين العبد وربه، وهي معراج المؤمن إلى ربه. كذلك نصيحتي للشباب هي بر الوالدين. ربنا تبارك وتعالى أمرنا ببر الوالدين، فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والآيات كثيرة الدالة على بر الوالدين، كما قال ربنا تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. نجد أن الأمر الثاني مباشرة بعد الأمر بعبادة الله عز وجل هو الإحسان إلى الوالدين. في آية الإسراء أيضا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. في كثير من الآيات: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. إذن علينا ببر الوالدين. كذلك أيها الإخوة الكرام، علينا أن نقي أنفسنا من النار كما قال ربنا تبارك وتعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. وفي سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، الأهل أيضا نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذا أيها الإخوة الكرام، لا يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله هنا معناها بنسيانهم طاعته وأوامره واجتنابهم ما أمر به ربنا تبارك وتعالى. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، بالفعل لا يستوون أبدا أبدا، لا يستوون. من هو الفائز ومن هو الخاسر؟ أصحاب الجنة هم الفائزون، أما الخاسرون والعياذ بالله هم أصحاب النار. ونار الآخرة ليست كنار الدنيا. الإنسان من إذا يعني جاء الجو حارا قليلا أو طعام حار أو مشروب حار لا يستطيع أبدا، مع أن هناك فرق بين النار في الدنيا قد نستخدمها في أشياء مفيدة في الإضاءة أو في الطبخ أو غير ذلك، أما نار الآخرة والعياذ بالله فهي ظلماء سوداء. ربنا تبارك وتعالى ذكر في القرآن الكريم صفات أصحاب النار وأصحاب الجنة. إذا نظرنا إلى طعام أهل الجنة نجد أن أصحاب الجنة منعمين، يشربون ويأكلون، فربنا تبارك وتعالى يقول في حقهم في الطعام: وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. أيضا ربنا تبارك وتعالى ذكر في القرآن الكريم أن له أنهار من لبن، وأنهار من خمر، وأنهار من عسل. أما والعياذ بالله طعام أهل النار فكما قال ربنا تبارك وتعالى: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. أيها الإخوة الكرام، لا يستوي أبدا طعام أهل الجنة وطعام أهل النار. طعام أهل الجنة ثمار وفواكه ولحوم وراحة ما بعدها راحة، أما طعام أهل النار كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، أعاذنا الله إياكم من النار ومن عذاب النار. هذا هو طعام أو الفرق بين طعام أهل الجنة وطعام أهل النار. نأتي إلى الشراب، شراب أهل الجنة وشراب أهل النار. ربنا تبارك وتعالى ذكر في القرآن الكريم أن شراب أهل الجنة هو الرحيق المختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أيضا
ذكر ربنا تبارك وتعالى من يشربون من كأس كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. هذا هو شراب أهل الجنة، فما بالكم بشراب أهل النار والعياذ بالله. شراب أهل النار كما قال ربنا تبارك وتعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. أهل النار لا يذوقون البرد ولا الشراب إلا الحميم والغساق والعياذ بالله. ما هو الحميم وما هو الغساق؟ الحميم هو شراب حار يغلي في البطون، كما ورد في آية أخرى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر يغلي يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إذا الحميم هو شراب حار يغلي، والغساق والعياذ بالله هو ما يتساقط من جلود ومن لحوم أهل النار. شوف أنت لما كنت تشوي يعني لحوم على النار وينزل منها أشياء، هذا هو الغساق والعياذ بالله. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. طيب ماذا لو استغاثوا؟ يغاثوا ولكن ليس غوث يطمئنهم يريحهم. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. هذا هو شراب أهل النار والعياذ بالله. ويوم القيامة ينادون أهل النار من أهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. إذن علينا أن نقي أنفسنا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذا هذا طعام أهل الجنة وطعام أهل النار، شراب أهل الجنة وشراب أهل النار. نأتي أيها الإخوة الكرام إلى الملابس أو اللبس أو لباس أهل الجنة. يلبسون من سندس خضر واستبرق وأساور، وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. هذا هو لباس أهل الجنة كما وصفهم ربنا تبارك وتعالى عاليهم، ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. أما أهل النار والعياذ بالله فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. هذا هو ثياب أهل النار والعياذ بالله. نأتي إلى هيئة أهل الجنة. هيئة أهل الجنة وجوههم مسفرة ضاحكة مستبشرة. أما وجوه أهل النار والعياذ بالله وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. أيها الإخوة الكرام هذه هي هيئة أهل الجنة وأهل النار. هذا هو طعام أهل الجنة وأهل النار، شراب أهل الجنة وشراب أهل النار، لباس أهل الجنة ولباس أهل النار. إذا علينا أن نقي أنفسنا من النار بطاعتنا لله عز وجل، بعبادتنا إياه، بأن يرانا حيث أمرنا وأن يفتقدنا حيث نهانا ربنا تبارك وتعالى. علينا بالمحافظة على الصلوات، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. علينا بطاعة الوالدين، علينا ببرهم والإحسان إليهم. علينا بصلة الأرحام وإكرام الضيف كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، والبذل والكرم والسخاء والإنفاق في سبيل الله عز وجل حتى نكون من المتقين الذين قال الله في حقهم إن للمتقين مفازا، الذين قال الله في حقهم إن المتقين في جنات وعيون، الذين قال الله في حقهم إن المتقين في جنات ونعيم. نعود إلى وصف أهل الجنة وأهل النار. أهل النار والعياذ بالله جلودهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. أهل الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، يحيون في الجنة
إذن أهل الجنة لا يسمعون كلاماً يغضب أو كلاماً تأثيماً كما قال ربنا تبارك وتعالى لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. أما أهل النار والعياذ بالله يقال لهم اخسأوا، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، بمعنى اخرس لا تتكلم. أهل الجنة لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. أيها الإخوة الكرام الشباب، الآن لابد أن يعودوا إلى ربهم، لأن العمر أو هذه الفترة من العمر هي فترة هامة سوف يسألون عنها يوم القيامة. وقد تحدثنا قبل ذلك عن الشباب وأهميته في الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أدعو الله وأنتم تنكرون الإجابة.